يا ثالث الكسر الوصفي جزء من المجموعة. حكينا يا ثالث إنه الكسر رح ناخده من ضمن مجموعة، وحلينا بعض التدريبات. نفتح على صفحة 65 نقرأ التدريب. ارسم دائرة حول الناتج في ما يأتي. ارسم دائرة حول الناتج في ما يأتي. طيب عنا اذا انتم شايفين هون مجموعة من الفراشات، مجموعة من الفراشات عنا الكسر عليها ايش محطوط؟ 1/2. طيب هلا ايش احنا حكينا يا ثالث هون الطريقة؟ بدنا نعد الفراشات كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام؟ هي 8. هو معطينا النصف 1/2. طيب ايش يعني 1/2؟ عندنا الفراشات رح نقسمها اذا الى مجموعتين، هاي مجموعة نصفها وهاي مجموعة. هو ايش معطينا؟ البسط 1. إذا المجموعة واحدة فقط اللي حطينا دائرة عليها، هاي بتكون مجموعة واحدة مش فراشة واحدة، لا مجموعة واحدة فقط. مجموعهم مجموعتين، هاي 4 وهي هاي 4 وهي 4، مجموع الكلي 8. نقسمهم إلى النصف 4 و4 8. طيب وفي طريقة بتحكي إنه الاثنين بجدول الضرب، 2 ضرب كم بعطينا؟ 8. 2 ضرب 4 وتساوي 8. طيب عندنا المثال الثاني يا ثالث بيحكي عن مجموعة من الدمى. تقريبا هم 4 مجموعات، فينا هيك نحكي 4 مجموعات. طيب هو ايش طالب؟ الربع إلى 12. الربع طالب مجموعة واحدة من الأربعة. بدنا هون نحكي 4 مجموعات، كل 3 هي مجموعة، 1 2 3 4، صح؟ 1 2 3 4. هو طالب فقط مجموعة واحدة، مجموعة واحدة. إذا 1 2 3 مجموعة واحدة، في المجموعة الواحدة 3 دمى. طيب في عنا كمان حكينا بدنا نستخدم جدول الضرب، 4 ضرب كم بعطينا؟ 12. 4 ضرب 3. إذا عنا 4 مجموعات، في كل مجموعة 3 دمى، وهو طالب 1/4 الربع يوصل إلى 12. ال 12 راح يكون المجموع الكلي، 4 ضرب 3، الثلاثة اللي هو جوات المجموعة الواحدة 3 دمى. طيب عندنا الثلث، 1/3 إلى 3. ايش يعني هذا؟ يعني يا مس عندنا 3 تفاحات، وهو طالب ايش؟ نحط دائرة على مجموعة واحدة اللي هي البسط فقط، هو طالب 1. إذا دائرة على 1، إذا 3 لتوصل للثلاثة من ايش نضربها؟ بواحد فقط. إذا المجموعة الواحدة كم تفاحة فيها؟ تفاحة واحدة فقط، وثلاث مجموعات، هاي مجموعة 1 2 3، هاي 3 تفاحات 3 مجموعات. طيب لتوصل للثلاثة شو بدها؟ فقط 1. إذا 3 في 1 يعطينا 3. نفتح حكينا على صفحة 65 نقرأ السؤال. مع محمد 3 كرات، مع محمد كم كرة؟ 3 كرات مع مين؟ مع محمد. و7 كرات، الثلاث كرات اللي مع محمد ايش لونها؟ حمراء. حمراء، ايش لونهم؟ احمر يا ثالث، ايش لونهم؟ احمر. الثلاث كرات لونهم حمراء، وال7 كرات لونهم ازرق. اذا 3 كرات حمراء و7 كرات ايش؟ زرقاء. 7 كرات زرقاء. طيب اذا حكينا ما الكسر الذي يمثل عدد الكرات الحمراء من الكرات جميعها؟ هو بيحكي لك انه الحمراء والزرقاء، الحمراء 3 والزرقاء 7. طيب المجموعه كلها الحمراء مع الزرقاء قديش بتيجي؟ 7 زائد 3
7 8 9 10 اذا مقامهم بيكون المجموع الكلي. طيب هو ايش حدد هلا ايش بده؟ بده الكسر الذي يمثل فقط عدد الكرات الحمراء. عدد الكرات الحمراء قديش؟ 3 على هو بحكي لك كسر. اذا حكى لك بالسؤال ما الكسر؟ يعني في بسط في مقام. المقام المجموع الكلي اللي هو 7 و 3 10 والبسط بده يكون فقط اللي هي الكرات الحمراء زي ما هو طالب عندي بالسؤال الكرات الحمراء 3. اذا الكسر 3 على 10. طيب اللي بعديه مع وفاء، مع وفاء 20 دينار، مع وفاء 20 دينارا دفعت ربع ثمنها دمية. دفعت الربع، كم دفعت؟ الربع ثمن الدمية، كم دينارا دفعت؟ طيب هون نفس الطريقة اللي حليناها في المثال السابق اللي على الدمى والفراشات الربع. طيب وهو ايش حكى؟ انها دفعت 20 دينار والدوب لحاله الدمية او الدوب اللي دفعتهم ايش؟ الربع ربع. طيب ايش ضرب 4 بعطينا 20؟ 4 ضرب 5 ويساوي 20. اذا 4 ضرب 5 ويساوي 20، كم دينار دفعت؟ بيكون ايش دفعت؟ يساوي 5 دنانير. اذا دفعت وفاء 20 دينارا دفعت ربع ثمنها، ربع ثمنها الربع، الربع المبلغ الكلي 20. لما بتدفع الربع قديش؟ 4 في 5 بعطينا 20، اذا الربع 5 دنانير. ويعطيكم العافيه.